اليوم السبت 18 ماي 2024، المكان مدينة السخيرات عمالة التمارة ولاية الرباط. جينا لكم اليوم في إطار تتبع الأشغال ديال الأصدقاء ديالنا فريق جدع. آخر مرة خلينا وصلوا لينا من عند دوك النخلات هنايا، غنشوفوهم كيفاش غيخدموا لينا هاد الرون بوان. شوف اصحاب الكرارس راه دايرين حاله بلاتي عليكم بلاتي. هنايا البارح خليناهم واحد 30 متر وبقات ديال البيطون صافي سالوها، واحد 3 ولا 4 البوطات اللي دخلوا هنايا البيطون صافي سالو. هنا جاو لينا للرون بوان وهم يقسموها لينا على ثلاثة. الطرف الأول كان من هنايا مشى لينا جوان، هاد الجوان ماشي اللي كيتكمى في جويي ومولا ما يفيق حتى الأوت. هذا جوان سبيسيال على غنوري لكم ملي نجيو سيدي تل هاد القنش وفي السلامة جاو تل هنايا وما يقسموا لنا طريق على جوج. خلاو البلاصة فين يلعب الرموك والحديد الكبير وجروا لهنايا فيها هو كيدوز ليبر، وعاود خلاو الطوموبيلات فين تفيراجي صوبوا الهلال من هنايا. مسؤول السلامه واحد، مسؤول السلامه مصطفى من جوج، مسؤول السلامه من هنايا يدخلوا ويخرجوا بالحديد الكبير. الله يستر لهم الامور. غادي ندخلوا من هنايا، هذا واحد حتى هو واحد الجوان هو مشى من هنايا حتى الليل، واحد الجوان راه هو كيتخدم من الليل. ونمشيو نشوفوا دابا الجوان الاخر اللي من الليل كيفاش غيديروا ليه. الحديد الشتيكي كيمشي ليبر كاينش المشكل، بوتشارا هو قدامكم خلات وخرجات. اورو لوجيستيك غنمشيو عندهم نشوفوهم فين وصلوا في طريق الفلاح. اليوم غادي خصهم يكونوا ضاربين فيها النص، واليوم خصهم يكونوا مسالين. اليوم داك النص اللي بقى اليوم خصهم يكونوا ضربوا فيه النص باش يدخلوا فيه اليوم في الليل يكونوا سالين. تبعت معكم حتى هو معهم. اذا عندنا السجاد الاسود، كاين عندنا هنايا فريق جي تي ار داخل في الصخيرات، فريق الهلاوي داخل في الفلاح في الهرهوره، وفريق الاورولوجيستيك داخل في الهرهوره. سي حميد مرحبا بك. الله يسر امرك. الرجلة شو داك الشيء بالرجلة كاين. شوف شوف لما فين تكب هو جا لهنايا راه هو غادي. شوف راه قريب يدخل، قريب يدخل للقرية ديريك. شوف شوف داكشي عندهم بالرجلة بمسائل كلشي الميالات فين غاديين فين جايين. هنايا السي حسن حريرة ديالنا ضربوا هادي تال الراس اللي هي دخلت الكومباكتور وهما كيلاقيو لينا في هاد الجوان.
هو شتو الطوبيس كي كيدوز ليبر ومازال الطوبيس الكبير الدوبل. شوف إذن تقسيمة ديال فريق السلامة الطرقية كانت ناجحة 100%، وليكيب ديال الرون بوان كيفاش دارو ليها. شوف جمعوا لينا هادي مع هادي حتى النص، ومن بعد هي تشرك لينا. إذن متابعي الأوفياء، اختي توفيق راه الشروق كان خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك، وأنا مشيت.